مشاهدينا، تحولت إمارة دبي إلى عاصمة الشركات العالمية والعلامات التجارية، وكذلك حاضنة للشركات الناشئة، لذلك لما تتميز به من أسباب الراحة والحياة الفارهة، إلى جانب باقة قوانين وتسهيلات محفزة على العمل والاستثمار. وهذا ما نلمسه من خلال الإقبال الواسع للشركات من مختلف دول العالم على أسبوع جايتكس. وطبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع نسعد باستضافة ضيفنا في الاستوديو السيد حمد الصالح، رئيس ومؤسس شركة انفنت. مرحبا فيك. أهلا وسهلا، حياكم الله وتشرفنا في حضورنا معكم، ألف شكر على الاستضافة الطيبة. سعداء بوجودك معنا في الاستوديو. في البداية لو تخبرنا وتعطينا لمحة عن شركتك وشو الأهمية اللي تكتسيها مشاركتكم في معرض جايتكس. شكرا لك. أول شيء ودي أتقدم بالشكر لسمو رئيس الدولة محمد بن زايد، وكذلك قائد الإبداع الشيخ محمد بن راشد، اللي دائما يعني نلمس حقيقة الإبداع دائما من ننزل من المطار وحتى نتجول في أرجاء البلاد ونرجع مرة ثانية لبلدنا حقيقة. وأكثر شيء يميزها إحنا ما نشوف أنفسنا قاعد ننتقل من السعودية للإمارات بقدر ما نشوف إحنا كلنا بلدنا واحد. الحمد لله. جوابا على سؤالك، إيش تميز اليوم في جايتكس حقيقة؟ جايتكس هي مصب اليوم العالم في مسائل التقنية. فكل الليتست تكنولوجيز اللي موجودة اليوم في كل العالم دائما تحاول أن تعرض إبداعاتها وتألقها اليوم موجود في جايتكس. تميزنا إحنا كشركة انفنت اليوم بناء على خطة الملهم سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان في بناء للرؤية 2030 حقيقة، دعم وصدر رواد الأعمال والشباب لبدء تصدير كل التقنيات والنجاحات اللي موجودة اليوم في بلدنا السعودية إلى العالم بشكل عام. والحمد لله هذه الخطة تكللت بالنجاح، فبدأنا الحمد لله من حوالي 4 سنوات في الاستثمار في بلدنا الثاني في الإمارات، وحققنا مجموعة مشاريع في إمارة دبي وكذلك إمارة أبوظبي. علاوة على ذلك بدينا اليوم الاستثمارات كذلك في جمهورية مصر العربية وكذلك في دولة تونس، واليوم الحمد لله بدينا الآن نحضر الكفاءات للتوسع العالمي اليوم إن شاء الله تعالى في فرنسا وألمانيا. الشركة عندنا حققت نجاح جدا كبير حقيقة، فلذلك إحنا نصنف كأفضل شركة تقنية في التقنيات الناشئة الجديدة خصوصا اللو كود على مستوى أوروبا وشرق الأوسط وأفريقيا. تحقيقنا هذا النجاح حقيقة كان بالفعل مجهود من الأبطال عندنا بالفريق العمل اللي بالفعل حققوا هذه النجاحات، وأنك تنافس شركات أوروبية تقنية في مواطنها حقيقة. علاوة على ذلك الشيء اللي ربي سبحانه وتعالى وفقنا فيه وتميزنا فيه بالقيادة عندنا، أنه عندنا عدة منصات نتواكب ونعمل عليها اليوم، منصات وطنية في المملكة العربية السعودية ونطلقها كلها بما يتحقق عن مستهدفات 2030. ومن ذلك مؤخرا عندنا حوالي أربع منصات اليوم، أربع مشاريع اليوم تحت مظلة أو تحت رؤية ومتابعة سمو سيدي ولي العهد مباشرة، ومنها الأخير أطلقت هذا الأسبوع وقد يكون هو خبر الساعة اليوم في المملكة العربية السعودية، هو المنصة الوطنية للتوظيف. نعم. منصة الوطنية للتوظيف باختصار هي تنافس أو تلامس منصة لينكدإن العالمية لكن بطابع سعودي. جميل. فهي تحفز الكفاءات والقدرات والكوادر البشرية سواء في القطاع العسكري والخاص والعام والصحي، فكلها في منصة وطنية واحدة بالفعل حتى تضمن تطوير القدرات والاستفادة منهم في كافة الأنحاء. كل التوفيق لكم. أكيد. يمكن أستاذي إحنا يعني نشوف أن أغلب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم مختلف دول العالم يلجؤون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا إلى إمارة دبي كوجهة استثمارية. ما هي أهم المقومات اللي جعلت من دبي والإمارات وجهة استثمارية بحتة وقوية للمستثمرين؟ حقيقة هي عنصرين، تمام، وكلها تندرج تحت الإيكو سيستم اليوم الموجود في دبي. من أول ما تنزل في مطار دبي وحتى تنشئ كل الإجراءات، أنا شخصيا تابعت إجراءات إنشاء فرع لشركتي هنا اليوم في دبي. حقيقة لقيت الشفافية، لقيت سرعة الإنجاز، لقيت السرعة، لقيت السهولة، كلها في 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 موجودة اليوم في دبي. هذا يعزز أمرين، أمر الأول هو السهولة والمرونة في التعامل من جهة الحكومة. نعم. والأمر الآخر حقيقة اللي نواجهه اللي هو الموثوقية، فتجدنا في موثوقية في تعاملاتك، موثوقية في استثماراتك، موثوقية في بالفعل المجهود اللي قاعد تعمله الشركة اليوم حتى تشوف ثمار النجاح. على ذلك أشيد بنقطة مهمة جدا، الشعب الإماراتي شعب ودود جدا حقيقة، وشيء صراحة نفتخر فيه. وبذكر قصة، مو قصة بس موقف صراحة صار لي هاليومين هذه. أنا كل يوم صباح بنزل على جايتكس وأرجع من جايتكس. الفكرة أنه الوفود والألاف المؤلفة اليوم اللي قاعدة تتوافد على جايتكس حقيقة أعداد مخيفة. نعم. وفي الأجواء شوي بعض الأحيان المشمسة، فتجد رجل الأمن اللي موجود جالس ينظم السير وقت الصباح
وعلى شدة الحر متمسك بابتسامته الطيبة. نعم. الأعجب من ذلك ليس هنا، الأعجب من ذلك وأنا راجع الساعة 7 المساء في نهاية اليوم ما زال متمسك بابتسامته. نعم. هذا شيء يعطيك طابع، إذا رجل الأمن الله يعطيه الصحة والعافية متمسك بالابتسامة الطيبة معناه هو قاعد يحس بالأمان، قاعد يحس بالراحة، أنت بنفسك ودك أنك تعمل مع هذه الطاقات البشرية الرائعة حقيقة. جميل جدا. إذا طبعا متابعين معك هذا الحوار الشيق، ولكن بنطلع فاصل ونرجع لك مرة ثانية. وردينا لكم مرة ثانية مشاهدينا ونتابع الحديث ويا السيد حمد الصالح، وهو رئيس ومؤسس شركة إنفنت. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. الله يحييك. شكرا. أهلا وسهلا فيك. طيب شو هي المجالات اللي تفتح شهية المستثمرين في مدينة دبي؟ حقيقة أنا ما أقول المستثمرين، بقول لك العالم كله. نعم. يعني دائما في كلمة مختصرة نسمعها في كل أغلب دول العالم، أنك إذا عندك فكرة إبداعية وعندك شيء مبدع دائما روح دبي. فراحت بالفعل حصل كل الدعم من القيادة والحكومة وكذلك من الشعب. منصة الإبداع ومنظومة الإبداع اليوم واللي تحفز على الإبداع اليوم كلها موجودة في دبي. يعني من دائما نشوف بعض الموظفين قد يقول لك يحلم ببيئة وظيفية مثل جوجل مثلا اللي تعتبر نفسها من أفضل بيئات الوظيفة. أنا أشوف اليوم دبي كلها عبارة عن بيئة حقيقة وظيفية مثالية تدعم الإبداع كله حقيقة، فليس المصب على 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 فكرة استثمارية بحد ذاتها بقدر ما أن دبي كلها بالفعل محط الإبداع. وأشير بالذكر كذلك حقيقة لما تشوف ملهم الإبداع الشيخ محمد بن راشد بنفسه حقيقة شخصيا يلف علينا في جايتكس ويوقف على كل معرض ويناقش معه، هذا مو دليل على أنه قائد عادي، هذا معنى كذا أن الرجل شغوف بالتقنية، شغوف بالتحول، شغوف ببلده على أنه إنه ينجح هذا البلد العظيم، وهذه قليلة ما نلقاها من المسؤولين. صحيح. فوقفة محمد بن راشد معانا ودخوله معانا حقيقة هذا اللي بالفعل لمسنا فيه اهتمامه، وهذا اللي بالفعل شجعنا لحنا نجي نستثمر بشكل أكبر وأكبر في هذا البلاد الطيبة. نعم. جميل. يمكن احنا حاليا في عالم متطور، عالم يمكن صار اغلبه تكنولوجي واغلبه تحول رقميا، فكيف يعزز هذا التحول الرقمي اللي تتبناها الامارات ايضا في زياده نمو الشركات وازدهارها بكل تاكيد؟ خلينا ناخذ شويه ارقام اذا تسمح لي. نعم. طيب مؤشر الامم المتحده للتحول الرقمي اليوم على مستوى العالم هو مؤشر واضح وصريح. نعم. لذلك نشوف مملكتنا العربيه السعوديه انتقلت اكثر من 20 مرتبه من بين 20 دوله في العالم، من مرتبة 23 مرتبة حوالي 26 اليوم في عام 22. كذلك دولة الإمارات العربية انتقلت كذلك من مرتبة 21 إلى مرتبة 13 عالميا، فتخيل ترتيب اليوم دولة الإمارات ترتيبها 13 على مستوى العالم في التحول الرقمي. هذا دليل على شيء واحد بس واضح وصريح على أنه الإمارات والمملكة العربية السعودية الله سبحانه وتعالى حباها بمرونة في تسارع وتواكب التغيير والتطور، وأكبر شاهد على ذلك الأزمة اللي مرينا فيها جميعا فترة كورونا. نعم. هذه كانت صحيح. أكبر حقيقة خلينا نسميها تجربة واختبار لكثير من دول العالم اللي أخفقت في تلك الفترة ونجحت فيها مملكتنا وكذلك دولة الإمارات العربية، فإنها تقفز هالقفزة العظيمة جدا في التحول الرقمي، وهذا بالفعل أكيد بيعزز مسألة الموثوقية الموجودة اليوم والإبداع الموجود في الإمارات العربية. صحيح. نعم. جميل جدا. جميل جدا. يمكن أستاذ حمد الصالح إحنا شاكرين لك وجودك معنا، ندري يمكن الحوار ما كان طويل وفي وايد أمور مهمة حابين إحنا وكان ودنا فعلا نسمعها، لكن للأسف الوقت ما يسمع وتعرف ما يسمح لنا، والأوقات الجميلة دائما مثل ما يقولون هي الأوقات اللي تمر بسرعة. الله يرضى عليك. بالتوفيق دائما لكم ولشركتكم ولمبادراتكم الجميلة. لكم إن شاء الله تعالى. ألف شكر. شكرا جزيلا. طبعا كان معنا لقاء، كان هذا معنا في هذا اللقاء السيد حمد الصالح ورئيس ومؤسس شركة إنفنت. نعم.